شدد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق على أن إنتاج الغاز الحر يعد من أولويات مؤسسة البترول. وجاءت تصريحات المرزوق خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والبيئة. وعلى هامش المؤتمر أعلن وزير النفط أن مجلس الوزراء سيقر خطة لخصخصة المشاريع النفطية خلال الفترة المقبلة. أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن إنتاج الغاز الحر يعد من أولويات مؤسسة البترول الكويتية، لافتا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة سيطلع الاثنين المقبل على عرض حول مشروع الجوارسك لاتخاذ إجراءات من شأنها تحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر. وجاءت تصريحات المرزوق خلال مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والسلامة والبيئة. وعلى هامش المؤتمر أعلن وزير النفط أن مجلس الوزراء سيقر خطة الخصخصة للخمسة والعشرين عاماً المقبلة، وسيتم الإعلان عن خصخصة بعض المشاريع النفطية خلال الفترة القادمة. تم تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محميات طبيعية في مئات من الأشجار تنمو كجزء من جهودنا الرامية لإعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو الاستفادة من تطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة. ويؤكد التزام المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى. من جانبه اعتبر وزير النفط العماني الدكتور محمد الرمحي أن قرار أوبك بخفض الإنتاج حماية للمنتج وللمستهلك، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، مؤكدا في الوقت ذاته أن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إنتاجها. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية التزام دول أوبك بخفض الإنتاج وسط توقعات بأن يشهد الشهر الجاري والذي سيعقبه مزيد من التزام الدول الأعضاء في المنظمة بخفض الإنتاج.